مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف، وحلقة جديدة وصفحة جديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل الأمة الإسلامية في كل ربوع العالم كله في الكرة الأرضية بألف خير وبألف صحة وبألف سلام يا رب. ذكرى الإسراء والمعراج يا رب هذه الأيام ترجع علينا تاني كده كل سنة بإذن الله تعالى، وكلها خير وبركات ورحمة وإنسانية وتقرب لربنا سبحانه وتعالى، ان احنا ندعي ان احنا حياتنا تبقى افضل، ان احنا نبقى اكتر صدقا واكتر امانا وامنا، وفي نفس الوقت الكثير والكثير مما جاء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الاخلاق، وان احنا نهتم اكتر واكتر بمكارم الاخلاق، ونهتم اكتر واكتر ب جارنا وقرايبنا والكبار في السن وكل العائلة، ونبقى قريبين من بعض أكتر وأكتر. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا بنقول يا رب الدول الإسلامية ترجع تاني والدول العربية ترجع تاني لقوتها، وبإذن الله تعالى العراق يرجع أقوى وسوريا ترجع أحسن وليبيا تفضل يعني تخرج من اللي هي فيه ويبقى في عندها انتخابات، ويا رب السودان يبقى كويس، ويا رب لبنان تبقى افضل، ويا رب اليمن يحصل استقرار. يا رب كده الشعوب الاسلاميه تهتم بالانسانيه وتهتم بالمشاعر الانسانيه ويبقى عندها تجرد من المشاكل اللي احنا بنعملها في نفسنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله يعني دائما نتذكر كل ما جاء في القرآن الكريم، ونتذكر أكثر وأكثر ما طلب مننا ربنا سبحانه وتعالى في كيفية عبادته، إن احنا نقدر نتعبد ونتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، ويبقى مكارم الأخلاق هي التارجت بتاعنا أو الهدف بتاعنا لنتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. في كل سنة وحضراتكم طيبين. حضراتكم زي ما أنا بدعي إن الدول الإسلامية تكون بخير وإن البشرية تبقى بخير، زي ما بدعو برضو إن إحنا يعني البشرية في الكرة الأرضية تعقل شوية وتركز شوية في إن هم ما يبقاش ما بينهم مشاكل وحروب ودمار في روسيا وأوكرانيا، أو بمعنى صح الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. بندعو من خلال الذكرى للإسراء والمعراج والتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى إن البشرية كلها تبتدي ترجع تفكر كده في إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مش عشان نبقى في حروب ما بيننا، وإن ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا الرحمة ما بيننا وبين بعض، وربنا سبحانه وتعالى خلق فينا ان احنا نقدر نبعد عن كل ما هو سيء، وخصوصا العناد، وخصوصا ان يبقى الانسان بيطمع في الغير. حضراتكم احنا سنة 2022 ميلاديا 1443 هجريا، قد ايه احنا العالم كله بقى عنده تقدم تكنولوجي غير طبيعي، ووسائل الاتصال الغير طبيعيه، وانتشار الفيسبوك والتويتر وكل وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجوده في كل حته في الكره الارضيه، وان اصبح الكاميرا اللي موجوده في اي موبايل حضراتكم اصبحت هي البطل في كل شيء، البطل الحقيقي في كل شيء. إن الإنسان بقى معاه كاميرا، أو البشرية كلها السبعة تمانية مليار اللي موجودين على الكرة الأرضية إنه يصبح عنده كاميرا بيصور وبيسجل كل حاجة في حياته، أصبح الإنسان في حالة توتر غير طبيعية. نعم هناك حرب ما بين الشعب الروسي وبين الشعب الأوكراني، ودخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا، ونزوح عدد كبير جدا من المواطنين الأوكرانيين على الحدود،
بما فيهم طبعا المقيمين في أوكرانيا في السنوات الماضية، وهروبهم من هذه الحرب الدموية، وطبعا حالة القلق اللي موجودة عند الطرفين. لكن أنا عايز أقول إنه حالة القلق دي انتقلت لكل شعوب العالم عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق التصوير وعن طريق كل وسائل الاتصال. إحنا بقينا شايفين الصاروخ دلوقتي حالا بيطلع ونزل فين، بقينا شايفين الدبابات وهي بتتحرك وداخلة، وفي حد ناس تانية من الجيش الأوكراني بيواجهه، شايفين كل ما يحدث لحظة بلحظة، شايفين ايه اللي بيحصل على الحدود الأوكرانية ونزوح الأوكرانيين ودخولهم الى بعض الدول المجاورة عشان يهربوا من الأحداث اللي بتحصل في أوكرانيا. مش بس القلق، وصلنا لحرب نووية، والتوعد ما بين روسيا وما بين الاتحاد الأوروبي او حلف الناتو لو حصل هذا التوتر الرهيب. طب احنا هنعمل ايه؟ طب ايه الاحداث اللي ممكن تحصل؟ طب ايه المخاطر اللي ممكن توصل لنا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟ فوسائل التواصل ووسائل الاتصالات بقت حاجة مرعبة، زي ما فيها فوائد كتيرة بصراحة، زي ما فيها حالة القلق والأرق اللي موجودة في الكرة الأرضية غير طبيعية. هي تستاهل، لأنه الحدث جاء كبير، الحدث حدث تاريخي، حدث ممكن يوصل لحرب عالمية ثالثة. لكن إيه ذنب الطفل أو الشاب أو الشابة اللي موجودة في أي حتة في الكرة الأرضية، في الهند ولا في مصر ولا في السعودية ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في إنجلترا ولا في إيطاليا ولا في الصين، ولا إيه ذنب الشعوب والشباب إن هو يبقى عندهم هذا التوتر الرهيب في أحداث بتحصل؟ مين السبب أو مين المعاند ولا مين اللي عنده أطماع ولا بغض النظر مين فين؟ ملحوظة يعني حبيت أشاركها مع حضراتكم يعني. وللأسف الشديد بقى في ظل هذا الكم الرهيب من التصريحات وهذا الكم الرهيب من المعلومات اللي بتبث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق هذه الكوكبة الكبيرة من الإعلاميين ووسائل الإعلام في العالم، طبعا أكيد فيها حروب مخابراتية ما بين أنك أنت تبث بعض المعلومات الخاطئة، فنقع جميعا في أنه هل الخبر ده صح ولا غلط، هل الخبر ده صح ولا غلط، وتفضل الشحن المعنويات عند كل شعوب العالم بغير غير 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 إنساني أنك أنت تعمل هذا التوتر الرهيب. فرق كبير جدا جدا ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ولا قدر الله الحرب العالمية الثالثة لو حصل ودخل الأمور في العناد الرهيب ده. احنا انشغلنا طبعا بالحرب العالمية او لا قدر الله الحرب العالمية الثالثة لو حصلت ما بين روسيا وما بين اوكرانيا وما بين حلف الناتو والولايات المتحدة الامريكية طبعا، ونسينا ان احنا عايشين في حاجة اسمها كورونا لسه. انا مش هتكلم عن دول العالم يعني، انا هتكلم عن بلدي، ان احنا لسه يا جماعة ما زلنا على فكرة لسه عندنا في حاجة اسمها كورونا، وعندنا ان احنا لازم نحاول نروح نطعم اكتر واكتر. وزارة الصحة طبعا عمالة طول الوقت تحاول تنادي، اي نعم احنا بفضل الله الاعداد الاصابات عمالة تقل، والحمد لله عدد المترددين على المستشفيات وغرف العناية المركزة بتقل واستخدام الاكسجين بيقل، لكن ما زال الوباء موجود. واحنا عايزين نوصل مع حضراتكم يا 100 مليون مواطن مصري ان احنا يبقى عندنا عدد كبير بالفعل اخذ التطعيم، عشان نبقى زي الدول اللي سبقتنا في هذا الموضوع وابتدت تاخد بعض القرارات اللي بتخفف عن شعوبها، عشان نبقى الى حد ما نحاول ان احنا نرجع لحياتنا الطبيعية. فما ننساش ان احنا لسه عندنا وباء فيروس كورونا. نعم كلنا مشغولين بالحرب في اوكرانيا والصراع، لكن ما ننساش ان لسه في عندنا وباء الكمامة والتباعد وغسيل الإيد لو سمحت حضراتكم وتروحوا تاخدوا التطعيم. ما ننساش هذا الموضوع حضراتكم. الأحداث اللي بتحصل ما بين روسيا وأوكرانيا
حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية والأحداث اللي حصلت على المستوى الداخلي هنا في جمهورية مصر العربية ما بين امبارح وما بين النهاردة، والقيادة السياسية قد إيه مهتمة بما يتعلق بمستقبل مصر. فكرني وأفكر حضراتكم يعني بالكلمة اللي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقاها يوم الاحتفال بوزارة الداخلية بعيد الشرطة 70 بمقر الأكاديمية الشرطة. فاكرين يوم 25 يناير أو قبليها يعني لما كان الاحتفال بهذا اليوم المهم يعني، وفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة، كانت في نهاية الكلمة بتاعته إيه؟ كان في نهاية الكلمة للرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول إيه في نهاية الكلمة؟ لعلكم تتابعون ما يحدث من خلال مبادرة حياة كريمة التي تجوب كل محافظات مصر لتحقيق غدا أفضل للأجيال القادمة، ولكن هذا الطريق لن يكون ممهدا دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا. نعم، المشروع القومي لتطوير كرة مصر في حضرتك المشاكل الخاصة بالمياه وصرف الصحي والكهرباء وبناء السوسول والطرق والكباري وكل ما يتعلق بحياة المواطن المصري، وعايزين نغير حياة كريمة تبقى حياة كريمة للمواطن المصري. نعم، كل هذه المزايا وهذه الأحلام بتتحقق على أرض الواقع، ولكن هناك كمان موضوع مهم جدا لازم نهتم بيه، وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واندماج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واندماجها مع حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير كرة مصر. فكرة جيدة جدا وفكرة ناجحة جدا انك انت تخلط الاتنين مع بعض ويبقوا ماشيين بالتوازي، بحيث ان احنا مش بس بنطور البيت والسقف والصرف الصحي والمية والكهرباء، لا، احنا عايزين كمان نطور المواطن والمواطنة المصرية في كل ربوع مصر، بس مش بس في الكرة المصرية، لا، في كل 100 مليون مواطن مصري. نعم، السقف اللي يتسقف دي حاجة مهمة، نعم، انك انت تدخل صرف صحي دي حاجة مهمة وتشرب مية نظيفة، نعم، لكن كمان لازم يبقى فيه تنمية للبشر نفسه، للبشرية نفسها، للمواطن والمواطنة المصرية، عشان تحاول تفكر ازاي تخلي حياتها افضل وافضل. فده جزء من اللي جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي من في الاحتفال بعيد الشرطة. في ظل التحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري، وقدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا لليوم، وما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمرا قابلا للتغيير. ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني فيما دون غيرهما، ونحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا نقبل التفريط في حقوق المصريين. هذا هو عهدنا وتلك هي عقيدتنا التي لن نحيد عنها أبدا. هنا الجزء ده في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتكلم عن المنطقة العربية وهذا التوتر الرهيب في بعض الدول الأشقاء في الدول العربية، وأيضا بعض التحالفات اللي بتحصل ما بين الدول وبعضها، وبعض ما كان مستحيلا في الأمس أصبح حاليا حضراتكم بنشوفه وبقى طبيعي جدا في عملية سلام وتطبيع مع بعض الدول مع إسرائيل وأيضا هنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول على المستقبل وبيبص على المستقبل بأنه في توترات عالمية، وده اللي احنا شفناه حضراتكم في اليومين اللي فاتوا دول ما بين روسيا، أوكرانيا، حلف الناتو، الولايات المتحدة الأمريكية. وكأن فخامة الرئيس في هذه الكلمات
بيبص للمستقبل وشايف المستقبل بشكل أو بآخر. عشان كده أنا النهاردة كنت تذكرت هذه الكلمة وقلت أجيبها نراجع مع بعض ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اليوم. نرجع تاني في الجزء الأولاني بقى اللي هو حضرتك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. النهاردة حضرتك كان في الرئيس يشهد إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. زي ما أنا قلت نعم حياة كريمة بتتكلم عن حاجات كتيرة جدا مهمة في حياة الإنسان، لكن هذا المشروع القومي بيتكلم بقى عن حياة الإنسان نفسه وحياة الإنسان شخصيا، إنه إزاي يبقى فيه تنمية لحياته بشكل أفضل. وطبعا نتكلم عن أهم مشكلة من وجهة نظر الشخصية بتواجه الأمن القومي المصري في كل حاجة، يعني هي الأساس في كل المشاكل، وهي الزيادة السكانية الرهيبة اللي بتحصل في جمهورية مصر العربية، وقد إيه هي بتتأثر على التعليم، وقد إيه هي بتتأثر على الصحة. وضرب مثالين مهمين جدا، اسمحوا لي إن أنا يعني هستعرضهم مع حضراتكم بشكل سريع. لما كان بيتكلم عن قوائم الانتظار من 3 سنين مع الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه سابقا يعني، وكان المفروض ان هو يعملوا عمليات القضاء على قوائم الانتظار في العمليات المهمه جدا للمواطن المصري اللي معهوش ولا مليم يدفع هذه العمليه، واخذوا القرار ل 7000 8000 10000 20000 30000. وبالفعل بفضل الله وبفضل الإدارة وبفضل التنظيم الجيد وبفضل الدكاترة والممرضين اللي فعلا بيعملوا الحاجة بدون ولا مليم بيدفعها المواطن المصري عشان القضاء على قوائم الانتظار للعمليات اللي ممكن تنقذ حياة المصري، قدرنا يعني نكسر هذه القوائم بشكل قوي جدا. لكن بعد 3 سنين زي ما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتكلم، لو اتضح ان احنا ما عملناش عمليات لعشرة او 20 او 30 او 50 الف مواطن، لا عملنا عمليات لـ1,062,000. فانت حاطط ميزانية لحاجة معينة لعدد معين، لما تنزل على ارض الواقع تلاقي الميزانية اختلفت، تلاقي الخدمة اختلفت، تلاقي التحديات اختلفت وزادت، ولقيت نفسك بتعمل 1,062,000 عملية في خلال 3 سنوات اللي فاتوا. وطبعا زي ما القيادة السياسية عمالة تتكلم انه ده هيفضل كده. حضرتك برضو الرئيس ضرب مثل خاص بأيضا زي ما ضرب مثل خاص بنوعية الخدمة اللي بتتقدم لي في مجال صحة المواطن المصري، ضرب أيضا مثل لموضوع التعليم لما قال زيادة المبرمجين. كان في خطة أو في فكرة جميلة جدا إنك أنت تجيب شباب اللي متخرج مثلا من هندسة حسابات وتكنولوجيا المعلومات واتصالات، وحضرتك تدخلهم ليه؟ ان هم يعملوا امتحان عالمي عشان تختار ناس او طلاب، يعني عشان تصرف على كل طالب $30,000 عشان يواكب التقدم العلمي في مجال البرمجيات، وان هو يبقى مبرمج في يوم من الايام وهو ده المستقبل. فبعد ما حصل ان هم 200,000 ما بين 250 الى 300,000 طالب اتقدم، ما نجحش منهم غير 110 طالب فقط. ده معناه ايه؟ على فكرة هو بيتكلم في هذا الموضوع راح باصص الرئيس، راح بوجه كلامه يعني في اخر الكلام للضيف، واحد يعني ضيف من الضيوف اللي كان موجود في هذه القاعة من الاتحاد الاوروبي. كان بيوجه الكلام ده في انه شوف التحديات حضراتكم يلي بتنادي على حقوق الإنسان، شوف التحديات اللي بتواجهها مصر في الصحة، التحديات اللي بتواجهها مصر في التعليم، في 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 كل حاجة. فزي ما أنا قلت في الأول، أهم مشكلة بتواجه 100 مليون مواطن مصري في إن البلد دي تقوم وتقوم لقدام، هي الزيادة الرهيبة في
الأعداد المواليد كل سنة، زي ما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن إحنا مثلا في ال7 سنوات اللي فاتت دي زدنا حضرتك 14 مليون. ال14 مليون حضرتك دول عايزين إيه؟ عايزين حضرتك مدارس وفصول زيادة، عايزين محتاجين جامعات زيادة، محتاجين حضرتك مستشفيات ومراكز طبية زيادة، محتاجين مرتبات للتعليم والمرتبات للدكاترة زيادة، محتاجين حضرتك شقق زيادة وأكتر وأكتر، ومحتاجين حضرتك أراضي زراعية تبقى بتقدر ناكل من خلالها، محتاجين لحوم ودواجن أكتر وزيادة وأكتر وأكتر، محتاجين كل وسائل حياة الإنسان في مصر، عايزين نصرف عليها. في حين الدول المتقدمة، اللي احنا بنتمنى نبقى زيها، عدد السكان حضرتك ما بيزيدش عندها، وزي ما قلت هذه المعلومة 500 مليون مرة وحكررها 500 مليون مرة تاني، مصر لوحدها بتزيد 2.5 مليون مواطن مصري، الاتحاد الأوروبي 27 دولة دول بيزيدوا نصهم. فالدول المتقدمة دي اللي سبقتنا بتوفر الفلوس اللي مصر هتتصرفها على 14 مليون اللي زادوا في ال7 سنين دول، بيوفروا بقى المليارات الدولارات ومليارات الجنيهات المصرية في انها تعمل فصول زيادة وتعليم زيادة وطرق زيادة واستثمار زيادة وفرص عمل زيادة، بتوفر المليارات دي فإنها تحسن بقى التعليم بتاعها، تحسن الصحة بتاعتها، تحسن الطرق بتاعتها، تحسن البحث العلمي بتاعها، تحسن كل حياة المواطن بتاعها. إنما إحنا ما عندناش نفس، مش عارفين ناخد نفسنا، كل ما نقول عملنا بإذن الله مدن جديدة وبإذن الله قضينا على العشوائيات الأكثر خطورة، بإذن الله تعالى عندنا أراضي زراعية أفضل واستصلاح أراضي، والنبي ما تتعدوا على الأراضي الزراعية، نلاقي العكس هو الصحيح اللي بيحصل. إذا كان بنتعدى على الأراضي الزراعية بنزود عدد السكان عشان لازم نصرف بقى على التعليم ولازم نصرف، الدايرة مغلقة مش هتفتح، غير لو بنأمل كلنا بهذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في كل المجالات، من أول حضرتك الشابة الصغيرة اللي بيجوزوها من عندها 13-14 سنة، وزي ما الرئيس كان بيتكلم النهاردة إزاي بنتي دي تروح تدخلها في قصة وتجربة الجواز وهي لسه بتقول لسه طلعة من حضن أبوها وأمها وما عندهاش أي تحمل لأي مسؤولية، تخش تتجوز تخلف تتطلق بعد 2-3 شهور، اركن على جنب مشكلة أسرية ومشكلة اجتماعية لا تطاق، وهكذا وهكذا. الحقيقة النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتكلم بكل صراحية كالعادة، بيتكلم بكل صراحية لأفراد العائلة في البيت المصري، ونداء ورسائل قوية جداً. احنا لو ما عندناش كمية البشر اللي بنخلفها كل سنة حضراتكم، كان مستوى التعليم هيبقى أفضل، مستوى الصحة للمواطن المصري هيبقى أفضل، مستوى الأجر بتاعك في الحكومة ولا في القطاع الخاص هيبقى أفضل، هيبقى حضرتك تقدر انك انت تبقى عندك فرص عمل أكثر، هنقدر نطور الصناعة ونقدر نصدر أكثر، هنعمل كل حاجة زي الدول اللي احنا كلنا نفسنا نبقى زيها. وعشان كده أنا بقول هو ده الأساس لمشكلة مصر. مش أنا اللي بقول، كل الناس بتقول كده بصراحة، عشان أنا مبقاش يعني حضرتك حضراتكم سريعا، التطورات السريعة، التطورات الرهيبة اللي بتحصل حضراتكم في المشكلة بتاعت أوكرانيا وبتاعت روسيا والحروب اللي بتحصل وإغلاق المجال الجوي للطيارات بتاعت روسيا وإغلاق المجال الجوي في روسيا لكل الطيران الأوروبي
وحضرتك الأمم المتحدة جلسات عشان تشوف حقوق الإنسان ومشاكل حقوق الإنسان وما يحدث، والتهديدات المتبادلة ما بين الطرفين، ما بين حضرتك روسيا وما بين أوكرانيا وما بين الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، وعاهد هذا التصعيد الرهيب في التصريحات الخاصة ما بينهم وما بين بعض، والنزوح الأوكرانيين أو على أرض أوكرانيا إذا كان أوكرانيين أو مصريين أو عدد من الجنسيات الأخرى اللي بتهرب من الحروب ومشاكل الخاصة على الحدود، كل دي هذه مشاكل رهيبة جدا بتحصل. وفي الآخر نلاقي إن وصلنا أمس إلى تصريحات من روسيا والرئيس بوتين لأخذ قرار وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب. تصريحات من الرئيس والرئيس الرئيس بوتين لأخذ قرار وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب. فأوروبا بترد عليه وتقول له، أوروبا ترد على موسكو وتعلن وضع منظومة الردع النووي في حالة تأهب قصوى. يعني بكل صراحة شديدة داخلين في حرب عالمية تالتة، ربنا يستر لو العند استمر، وشكل كده العند مستمر. طبعا العقوبات الاقتصادية على روسيا، طبعا حضرتك العدد الكبير من الدول الأوروبية اللي عمالة تبعت سلاح وتضخ عدد كبير من الملايين، ملايين الدولارات وملايين اليورو عشان توصل سلاح حضرتك للدولة الأوكرانية عشان تحارب روسيا. في ظل كل هذا التحديات بقى، في حاجة كمان النهاردة عرفتها كده، في حاجة اسمها الصاروخ الروسي، اسمه مسمينه يوم القيامة. في صاروخ روسي اسمه مسمينه يوم القيامة. عارف ليه يوم القيامة؟ لأنه ممكن يدمر تاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية. إيه العند ده؟ إيه الدمار ده؟ إيه الفكر للوصول لهذا الحد؟ وطبعا اسعار البترول عماله تزيد، والاسعار عماله تزيد في كل حته في العالم. يعني هذا التوتر الرهيب في الكره الارضيه. وبعدين زي ما قلت قبل كده في حلقه من الحلقات، هو انتوا يا بشر ما اتعصتوش من فيروس ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بيه؟ مش راقيين ومش شايفينه موت حوالي 5.5 أو 6 مليون في الكرة الأرضية؟ عايزين لسه تستمروا في الحروب، وعايزين تعملوا حروب نووية وتموتوا ملايين تانيين؟ طبعا النهاردة كان في مفاوضات ما بين موسكو وكييف على حدود بيلاروسيا. واضح انه المفاوضات دي ما اسفرتش عن حاجة، لانه عرفت بعد كده ان في عدد من يعني العمليات الروسيه، العمليات الجيش الروسي يعني عماله مستمره في الزحف. يعني في وسط بقى كل المشاكل دي وفي وسط كل المواويل دي، طبعا الدوله المصريه لازم تشوف احنا هنعمل ايه وهنعالج المشاكل اللي بتحصل لنا دي، او تداعيات هذه المشكله على مصر هتحصل فيها ايه، اذا كان داخليا او خارجيا. خارجيا من ناحيه انك انت تلحق الحوالي 6000 مواطن مصري في اوكرانيا، وازاي تامن خروجهم. هذا المجهود الرهيب من وزاره الخارجيه المصريه والسفاره المصريه في اوكرانيا والسفارات الموجوده على الدول المحيطه او الحدوديه مع اوكرانيا، هذا الكم الرهيب من المجهود 24 ساعه في ال 24 ساعه، لان احنا ننقذ 6000 مواطن مصري واكثرهم طلبه على هذه الحدود. وبعض الدول على فكره تقول لك لا حضرتك انت تدخل عندنا بس المواطن الاوكراني، اي واحد تاني ما تدخلوش. مش بتكلم على مصري بس، لا بتكلم على اي جنسيه تانية. ليه؟ خايفين من الارهاب، خايفين يكون كان في ارهابيين موجودين في اوكرانيا ومستخبيين وهيخشوا عندهم حضرتك. فتحديات غير طبيعيه ومجهود غير طبيعي بيحصل من وزارة الخارجية، وأيضا وطبعا أكيد الجهات الأمنية المختلفة يعني، وأيضا طبعا السفارة المصرية في أوكرانيا. فده من ناحية الخارجية اللي هو ناحية أوكرانيا، يعني إن احنا ننقذ بسرعة الشباب المصري 6000 دول. وأيضا داخلية بقى، إن احنا نشوف طيب هو احنا هنعمل إيه بقى في موضوع الحرب دي داخليا، هتأثر علينا إزاي، وخصوصا إن احنا أكتر دولة في العالم بتستورد القمح،
وخصوصا حضراتكم ان احنا اوكرانيا دول وهم وروسيا دول اكتر دول كنا بنستورد من عندهم القمح. طب احنا هنعمل ايه يا مصريين؟ طب يعني نتاكد ازاي ونعرف ازاي ان احنا عندنا يعني مخزون استراتيجي من السلع الغذائيه الاساسيه ونبقى مطمنين؟ وعشان كده حضراتكم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه. الرئيس بيطمن على المخزون، حضراتكم بيطمن على بيطمن على المخزون الاستراتيجي للسلع الاساسيه في الدوله المصريه. معايا الدكتور بشير عبد الفتاح المحلل السياسي. مساء الخير يا فندم دكتور بشير. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. حضرتك متابع اكيد طبعا حاله القلق اللي موجوده في الكره الارضيه كلها بسبب الحرب ما بين روسيا واوكرانيا وحلف الناتو والولايات المتحده الامريكيه، وكان في لقاء تليفوني ما بيني وما بين حضرتك من حوالي اسبوعين، وكنا بنقول هل الامور هتوصل لحروب؟ لا، هي وصلت لحروب، ووصلت ان يبقى في تهديد نووي بالفعل ما بين الجانبين، ما بين اوروبا وما بين حضرتك روسيا. تعليق حضرتك على الوضع الحالي. بالفعل وصلت الامور الى مواجهه عسكريه، وحينما كنا نستبعد ذلك كنا نراهن على حصافه وحكمه الرئيس الروسي، على اعتبار انه طوال 20 عاما حقق انجازات اقتصاديه للغايه دفعت بتركيا قدما الى الامام، بروسيا عفوا قدما الى الامام، وكان بحاجه الى الحفاظ على هذه الانجازات التي حققها. وكان التورط العسكري في اوكرانيا بدايه النزيف لانجازات روسيه مهمه تحققت خلال 20 عاما. لكن يبدو ان هناك خطا في الحسابات وتقدير الموقف من قبل الرئيس الروسي دفعه الى القيام بعمل عسكري غير مدروس بشكل جيد في اوكرانيا، وكانت النتيجه بعد 5 ايام من الغزو نتائج او انجازات متواضعه للغايه، تكلفه بشريه هائله بالالاف. في نفس الوقت تحالف المجتمع الدولي ضد روسيا واصبحت الان شبه معزوله، بل ان كل المطالب التي كان يطرحها الرئيس بوتين رفضت، ونكايه فيه مسألة عزلة أو مسألة حياد أوكرانيا باتت مستبعدة تماما، لأنها الآن تتحدث عن عضوية الناتو وعضوية الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن أحد الأسباب الرئيسية للغزو وهو حياد أوكرانيا أصبحت ضربا من الأوهام. وصل الأمر بالرئيس الروسي إلى التهديد بالخيار النووي كما تفضلت في السؤال، وهذا أمر خطير للغاية، ليس لأن الأسلحة النووية أسلحة فتاكة، ولكن معنى ذلك أن الرئيس الروسي بعد 5 أيام فقط يلجأ إلى التلويح بالسلاح النووي، معناه أنه عجز من خلال القوة العسكرية التقليدية عن تحقيق أهدافه مع دولة صغيرة مثل أوكرانيا. وهذا يؤكد الفشل الذريع للرئيس الروسي، لأن فارق القوة التقليدية بين روسيا وأوكرانيا يجعل الأمر كفيلا بحسم المعركة في غضون أيام معدودات، أما أن يلوح بالسلاح النووي مع دولة لا تمتلك السلاح النووي معنى ذلك أنه عاجز عن حسم المعركة، وأن تقديراته الاستراتيجية كانت خاطئة تماما، وأنه بصدد حالة من التوتر والغضب الشديدين. دكتور عبد الفتاح، بعد إذن حضرتك، في بعض التصريحات الخاصة بالرئيس بوتين رئيس روسيا بأنه بيوصف الاتحاد الأوروبي بأنه هذا التحالف الناتو ده تحالف الكثير والكثير من الكذب، وأن هم كذابين، وأن هم يعني هم اللي جايين عنده، وان هم هذه التصريحات الاعلاميه الكثيره جدا يعني كان بيوصفها بانها كذب، كلها كذب. يعني حضرتك الحرب الان حروب الجيل السابع بتنطوي على حروب الشائعات والحرب النفسيه، فطبيعي ان كل طرف يواجه للاخر انتقادات لاذعه، وربما يطلق شائعات، وربما يبث اخبار كاذبه. يقصد الرئيس الروسي بأن الغرب هو يعني محط الكذب والشائعات، أنه أولا وعد روسيا أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه لن يتوسع الناتو باتجاه الشرق، ولن يتم نشر منظومات تسليحية متطورة على حدود روسيا،
وما حدث عكس ذلك، لأن الناتو توسع وضم دول كانت أعضاء في حلف وارسو، 14 دولة كانت جزء من الاتحاد السوفيتي أصبحت أعضاء في حلف الناتو. أيضا حلف شمال الأطلسي أعلن أنه سيلتزم بميثاق الحلف ولن يتدخل في حرب روسيا وأوكرانيا، لكنه تدخل بالفعل. الناتو الآن طرف في الحرب لأنه يقدم الدعم العسكري والدعم المالي والاستخباراتي واللوجستي لأوكرانيا. أوكرانيا ليست وحيدة ولا تحارب لوحدها، وإنما حلف الناتو والولايات المتحدة وأوروبا يقدمون لها الدعم العسكري والاقتصادي واللوجستي والاستخباراتي. لذلك أيضا يعني لم يسد الناتو الباب أمام أوكرانيا وقال نحن سنبحث في أمر ضم أوكرانيا إلى الناتو. الاتحاد الأوروبي اليوم قبل طلب من الرئيس الأوكراني للانضمام للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فكرة الحياد التي يطالب بها بوتين لأوكرانيا باتت مستبعدة. لذلك هو يصف الغرب بأنه كاذب ومخادع ومصدر للترهات والكذب. دكتور عبد الفتاح، سمعنا في خلال ال 24 ساعة أو 48 ساعة أن كثير من الدول الأوروبية اللي هي موجودة في حلف الناتو عمالة تمد أوكرانيا بالسلاح، تخصص الملايين من الدولارات، تخصص الملايين من اليورو، لأن هم يديهم السلاح فقط. لماذا السلاح فقط؟ بالحقيقة أنه الدول الأوروبية لا تقدم السلاح فقط، وإنما تقدم الدعم المالي. وإلا بماذا نفسر قبل ساعات قلائل كانت جوزيف بوريل المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أعلن اتفاق دول الاتحاد جميعا الدول 27 على تقديم 500 مليون يورو من أجل توفير الدعم العسكري لأوكرانيا. هناك دول أوروبية تمنح الآن تأشيرات إقامة وعمل لكل اللاجئين الأوكرانيين المتوجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي. أيضا هناك مساعدات اقتصادية ب 2 مليار يورو قدمت إلى أوكرانيا. هناك أيضا إلى جانب الدعم العسكري والدعم الاقتصادي دعم إنساني وإغاثي كبير للغاية، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة بالنسبة لأوكرانيا. حتى وهذا ما دفع الرئيس الأوكراني إلى التطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بغير شروط وبدون الوفاء بالشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي. ولكن اللي بيدفع الثمن هو الشعب الأوكراني وكل الشعوب الأوروبية اللي هي في حلب ناتو، اللي هي تقريبا في حرب مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية طبعا معاهم. اللي بيدفع الثمن هو الشعب الأوكراني والجيش الأوكراني والجيش طبعا الروسي اللي هم بيموتوا بعض. لكن هنا أريد الصراع ما بين روسيا والناتو والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اللي على أرض الواقع اللي بيدفع الثمن وبيموت هو الجيش الأوكراني والشعب الأوكراني. هذا يعني هو ثمن الحرب. من الطبيعي أنه كل حرب يكون لها تكلفة ويكون لها ضحايا، ليس فقط الشعب الأوكراني أو الجيش الأوكراني الذي يدفع الثمن. الآن هناك فتح الباب للتطوع للقتال في صفوف الجيش الأوكراني من أوكرانيين خارج أوكرانيا. يعني هناك أوكرانيون يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي. حتى إسرائيل نفسها فتحت الباب، سمحت لليهود من أصل أوكراني التطوع والذهاب إلى أوكرانيا للحرب. أيضا تم تأسيس فايلق للمقاتلين الأجانب المتطوعين ليذهبوا إلى أوكرانيا ويحاربوا روسيا. يبدو أن هناك حالة من الاصطفاف والاستنفار في صفوف المجتمع الدولي بتحريض أمريكي أوروبي في مواجهة روسيا، لأن المسألة ليست أوكرانيا بالمناسبة. المسألة كبح جماح التطلعات الإمبراطورية التوسعية للرئيس بوتين، وهذا ما دفع بالأوروبيين إلى تناسي كل خلافاتهم مع الولايات المتحدة، والخلافات الداخلية في الناتو بين روسيا وألمانيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. تناسوا خلافاتهم جميعا وبدأوا يحشدون العالم في مواجهة روسيا في محاولة لكبح جماح الرئيس الروسي المتطلع لتغيير النظام الدولي. وهناك بث شائعات بأن الأمر لن ينتهي عند أوكرانيا، وأن الرئيس الروسي سيحاول ابتلاع دول أخرى في شرق أوروبا مثل مولدوفا، وسيتجه إلى بولندا ودول أخرى. ومن ثم بدأت دول لم تكن عضو في الناتو وكانت تلتزم الحياد مثل فنلندا والسويد تطالب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ما يعني أن الولايات المتحدة نجحت في ترميم التصدع في علاقاتها مع أوروبا، نجحت في تقوية وتعزيز التحالف الأطلنطي مجددا بعدما كان يعاني من مشاكل عديدة، نجحت أيضا في عزل روسيا عن الصين.
لأن الولايات المتحدة تطالب الصين، كانت تطالبها بالضغط على روسيا لعدم شن الغازو، الآن تطالبها بضرورة إعلان تبرؤها من هذا الغازو وإدانة هذا الغازو، حتى أن الصين بدأت تقلص علاقاتها التجارية مع روسيا بعد فرض العقوبات، وبالتالي حققت الولايات المتحدة إنجازات عديدة على أكثر من صعيد. بعد إذن حضرتك، إحنا قرينا خبر النهاردة إن في خط غاز هينتقل من روسيا إلى الصين، والصين أوريدي بتعمل نوع من الدعم بشكل أو بآخر لهذا الاتجاه، إن هو يبقى فيه دخل لبيع الغاز ده للصين، وخصوصا إن إحنا احتمال كبير جدا هذا الخط اللي هو بيروح أوروبا وبيغذي أوروبا بالغاز ممكن ينقطع. هذا الخبر ممكن يكون صحيح ولا خاطئ؟ خليني أقول لحضرتك حاجة. اولا، في اربع خطوط انابيب لنقل الغاز من روسيا الى اوروبا، اثنين منها عبر اوكرانيا، والاثنين بيضخوا الغاز حاليا اللي هو نورد ستريم 1 وخط اخر، وفي يمال روسيا ده عن طريق بولندا وبيلاروسيا، وفي خط عن طريق تركيا اللي هو السيل الازرق، وفي خط رابع اللي هو نورد ستريم 2 اللي هو بيمشي في بحر البلطيق من روسيا الى المانيا تحت بحر البلطيق. ده خلص من شهرين والمفروض يبدأ يشتغل، لكن العقوبات اتفرضت عليه وتم توقيفه. فانت عندك اربع خطوط بينقلوا الغاز من روسيا الى اوروبا، وبالمناسبة الخط اللي بيمر عبر اوكرانيا لا زال يعمل حتى هذه اللحظة. صحيح تراجع بعض الشيء الخط، يعني كمية الغاز اللي بتضخ من خلاله بسبب الأزمة، لكنه لا زال يعمل حتى هذه اللحظة. وليس من مصلحة روسيا بالمناسبة وقف ضخ الغاز إلى أوروبا، لأنه يعني بيعود على روسيا بعشرين مليار دولار سنويا بيع الغاز إلى أوروبا، وليس من السهل إيجاد سوق بديل. وده ينقلنا للشق الثاني من السؤال الخاص بالصين. الاتفاق مع الصين مش النهاردة، يعني الخط اللي روسيا عايزة تعمله مع الصين ليس وليد اليوم، وإنما الكلام تم في 2019 و2020 إن يكون في خطين ينقلوا الغاز من روسيا إلى الصين، لكن تكلفة هذين الخطين مرتفعة، الانتهاء من هذين الخطين سيتطلب عدة سنوات، وبالتالي ليس معنى ذلك إنه غدا تقطع روسيا الغاز عن أوروبا وبعد غد يتجه الغاز إلى الصين، ليس الأمر بهذه السهولة، وإنما يتطلب جهد كبير ونفقات وبنية لوجستية مهمة، إضافة إلى أن الصين على وقع الضغوط الأمريكية والأوروبية ستقلص التعامل مع روسيا إلى حين انتهاء هذه الأزمة. آخر سؤال بعد إذن حضرتك، وده أنا يعني الحقيقة لو تنورني وتنور السادة المشاهدين، بأن كان في النهاردة مباحثات ما بين الجانب كييف وموسكو، ما بينهم ما بين بعض، في وفد من الجانب ده والجانب الآخر لبعض المباحثات. إيه اللي حصل في هذا اللقاء بعد إذنك سريعا؟ للأسف الشديد هذه المباحثات ولدت ضعيفة، لأنه كان في خلاف في أي عاصمة تعقد المباحثات. إسرائيل عرضت وساطة، كان في كلام تركيا عرضت وساطة، كان في كلام تبقى في بولندا، وتم الاستقرار على أنها تكون في بيلاروسيا. الجولة الأولى من المفاوضات لم تحقق النتائج المرجوة، لأنه كل طرف متمسك بمطالبه ويرفع السقف بشكل كبير. يعني الجانب الأوكراني بيطالب بانسحاب القوات الروسية من القرم اللي احتلته في 2014 وبتعتبره أرض روسية، وبتطالب بانسحاب القوات الروسية من إقليم دونباس، وهذا أيضا تعتبره روسيا أراضي روسية، وتطالبها بإنهاء العمليات فورا وسحب قواتها من روسيا. في المقابل روسيا بتطالب باستبقاء قواتها في القرم ودونباس، وتطالب بحياد أوكرانيا ونزع سلاح أوكرانيا. كل فصيل أو كل طرف يتمسك بمطالبه، وبالتالي لم يتم التوصل إلى حل وسط، فانفضت الجلسة على وعد بإجراء مزيد من المباحثات سواء في كييف أو في موسكو. لكن باعتقادي الرهان على المفاوضات رهان ضعيف للغاية، لأن الحسم سيكون للسلاح. معلش أعذرني، هسألك سؤال تاني ممكن؟ اتفضل اتفضل يا فندم. هي إيه المشكلة عند حلف الناتو إن هو ما يحطش ويعني يعني يعني ويهدد ويحط يعني معدات عسكريه تهدد الامن القومي لروسيا؟ هي ايه المشكله عند حلف الناتو في هذا الموضوع ان هم يحققوا للجانب الروسي هذا الموضوع؟ سؤال مهم على فكره جدا. المشكله انه حلف الناتو بقياده الولايات المتحده مصر على كسر اراده روسيا، يعني يريد حصار روسيا واحتوائها في نطاق ضيق للغايه، هو لا يريد لها ان تتوسع، لا يريد لها أن تتحرك باتجاه استعادة مجد الاتحاد السوفيتي أو العودة إلى عصر الإمبراطورية. هو يريد روسيا منكفئة متقوقعة ضعيفة محدودة الحيز الاستراتيجي.
لان زي ما حضرتك قلت هو لا يضر نيتو شيء انه يذهب بعيدا على حدود روسيا ويضع منظومات تسليحيه متطوره، يعني يكفي ان يكون في تفاهمات واتفاقات ومعاهدات. وضم اوكرانيا لن يفيد النيتو، وبالمناسبه اوكرانيا لم تستوفي شروط الانضمام للنيتو، لان النيتو ده بالمناسبه مش اي حد بيدخل، ده وضع حزمه من الشروط، تكون دوله ديمقراطيه، جيشها قوي، انفاق على الدفاع فيها عالي جدا، ما تكونش على خلافات وصراعات مع دول الجوار، والا هتورط النيتو في خلافات وصراعات، يكون معدل الفساد فيها منخفض جدا، ما يكونش عندها مشاكل اقتصاديه، ما يكونش عندها حروب اهليه او مشاكل داخليه، كل الشروط دي غير منطبقه على اوكرانيا. الفساد مرتفع جدا، دولة غير ديمقراطية، لها مشاكل مع روسيا، فيها انقسامات داخلية، جيشها ليس بالقوة المطلوبة، الانفاق الدفاعي محدود، وبالتالي لم تستوفي شروط الانضمام للنيتو. لكن المشكلة أن الولايات المتحدة والنيتو يريدون الضغط على روسيا، يريدون كسر إرادة روسيا، يريدون محاصرة روسيا. وبالمناسبة هذا خطأ، ما دفع بوتين لغزو أوكرانيا الحصار الشديد والضغط الشديد ويعني الإمعان في إذلال روسيا، هو الذي دفع بوتين ورفض الشروط التي قدمها لعدم الغزو، كان له أربع مطالب واضحة رفضت كلها فاضطر إلى الغزو. حضرتك سمعتني؟ والعقوبات المستمرة على روسيا بقالها سنين. بالفعل العقوبات، وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، العقوبات من المفترض أن تكون متدرجة، يعني عرف العقوبات دوليا أن تكون متدرجة، ما يجري مع روسيا لا يوجد تدرج بالمرة، العقوبات تلو العقوبات تلو العقوبات. الأمر الثاني فيها نوع من الغل، يعني هل سمعنا أن إيران منعت من الاشتراك في كأس العالم؟ هل سمعنا أن كوريا الشمالية التي أنتجت سلاح نووي حرمت من مباريات رياضية أو إبعاد من أي مسابقات فنية أو رياضية أو أشياء من هذا القبيل؟ العقوبات مع روسيا وصلت إلى مستوى الغل وتجاوزت حدود السياسة والدبلوماسية والخلافات والصراعات، وهذا خطأ لأنه سيدفع الرئيس الروسي إلى مزيد من العنف، إلى مزيد من التصعيد، وإلى مزيد من المواجهة التي قد بدليل أنه لوح بالأسلحة النووية. صحيح. كل هذا دليل على ضيق الخيارات قدامه بسبب الضغط الشديد. دكتور بشير عبد الفتاح المحلل السياسي، شكرا لحضرتك يا فندم، وان شاء الله كده تنورنا باذن الله قريبا في الاستوديو ان شاء الله، ونشوف حضرتك باذن الله. شكرا لحضرتك، اهلا بيك. اهلا بيك. انا هكتفي بهذا القدر في المقدمه عشان انا عندي ضيف النهارده، فيعني ايه هنتكلم فيه عن اللقاء الخاص بالرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى المدولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، وهنتكلم عن المخزون السلع الاستراتيجيه في مصر. طبعا عايزين في وسط هذا الكم من يعني المشاكل اللي بتحصل في الكره الارضيه، وان احنا يبقى في سلاح نووي، في مشاكل ما بين هذه الدول وبعضها، لازم مصر تبص على نفسها وتحفظ امنها وتحفظ المخزون الاستراتيجي للمنتجات الأساسية في مصر، إذا كان قمح ولا رز ولا سكر ولا زيت ولا لحوم ولا دواجن. وأيضا فخامة الرئيس كمان كان في هذا اللقاء بيطمن على ما سوف يحدث من تواجد المنتجات في شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، يعني تقريبا شهر نستقبل شهر رمضان الكريم بإذن الله تعالى، وبيطمن على المخزون الاستراتيجي، وبيطمن على كل ما سوف تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا المجال. فحضراتكم هيكون ضيفي اللي يكون منورني في الاستوديو بعد الفاصل المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، هو اللي هيكون مشرفني بعد الفاصل بإذن الله تعالى، ونستعرض موقف السلع الاستراتيجية واستعدادات شهر رمضان. أنا بس يعني سريعا هقول عناوين من الأخبار بتاعة النهاردة عشان نروح للفاصل ونستقبل ضيفنا إن شاء الله السيسي بشخص السيسي يشخص الأزمة ويصف العلاج في إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية، رسائل عديدة بحث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. الرئيس السيسي: الناس خرجت في 2011 عشان مفيش رضا مجتمعي، زدنا 14 مليون نسمة في آخر 7 سنين وما عندناش أرقام، وما عندناش دخل يكفي، محتاجين نضاعف المستشفيات وعاوزين 500 مستشفى،
لبعض التصريحات جاءت على لسان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده. رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال فبراير الجاري. التضامن دعم 420 مركزا للأسر المنتجة ونتصدى للزواج المبكر والحرمان من التعليم. الصحة تطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا. الخارجية توجه سفارات مصر بدول الجوار الأوكراني لتسهيل استقبال المصريين. الجمعية العربية تدعو لحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية وتشكل مجموعة اتصال. الأرصاد للمواطنين، خلي بالكم يا سادة يا مواطنين، الأرصاد المواطنين للمواطنين لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة واحذروا تخفيف الملابس. اليومين دول في درجات الحرارة عمالة تزيد، لكن خلي بالكم الأيام اللي بعديها إن شاء الله هيرجع تاني درجة الحرارة تنخفض ويبقى الدنيا ساعة إذا كان الصبح أو بالليل. بعد الفاصل زي ما أنا قلت المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. فاصل وراجعين حالاً.